ازيكم يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022. هيكون اليوم ده يعتبر يوم اسود لمواليد الميزان. هتبتدي بدء غريبه، مش هيتم الكشف عن نظرك النهارده وعن صحتك في حاله كويسه. هتمر بكتير من المشاكل الصحيه اللي هتنشا من خلالها خلافات بين حياتك وحبك لليوم ده. حتى من ناحيتك الماليه هيثبت اليوم انه سلبي بالنسبه ليك. ما تقترضش المال لأي شخص النهاردة، خلاف كل ده هتتعطل كل أموالك لفترة طويلة. هيقع كل الموظفين في صراع كبير مع كل زملائهم في الشغل. كل ده هيؤدي لتأثرات سلبية كتير على كفاءتهم، وهتواجههم النهاردة التجار انهيار في كل أعمالهم. هتبتدي العبادة النهاردة، لازم عليك انك تاخدها بشكل كويس وتحافظ على فحصك بشكل كويس على صحتك. ما تاكلش أي وجبات سريعة في اليوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بتشكل الشمس التخمسية مع كوكب المشتري الصباح ده، ممكن من خلاله نشعر بشوية تمزق بين فكرتين او دافعين. ممكن نشاهد من خلاله كتير من البدائل. ممكن يكون علينا صعب اننا نوصل لاستنتاجات تعتبر مرضية بالنسبة لنا. الوقت مناسب للتعدلات اللي هتحصل، وممكن نتخلى عن كل العادات القديمة علشان نتمكن من اننا نحرر نفسنا لتجارب تبقى مختلفة اكتر. هيقضي القمر النهاردة يوم في الميزان، هنكون بنهدف اننا نلاقي حل وسط ونسويه ونحقق من خلاله السلام. لازم نلاقي انه من السهل ان نهدأ نفسنا ونتبنى نهج كتير متوازن مع تقدم اليوم ده. بيشكل القمر الميزان ثلاثي لزحل عبور ثابت وواضح اكتر.